بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كتير فاكر ان الجدية والحزم اني على طول اقابل غيري بتكشيرة واعمل حاجز مع كل انسان، حتى مع اهل بيتي مفيش هزار ولا حنية بحجة الرزانة والاتزان. بس مين قال ان دي كانت طباع سيدنا محمد حبيب الرحمن اللي كان بيلعب الحسن والحسين وبياخدهم معاه في كل مكان، صاحب القلب الحنين والبشاشة والبساطة، طيب الكلمة حلو اللسان. البشاشة من الصفات والأخلاق الإنسانية الرائعة اللي تعلمناها من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي هنتكلم إن شاء الله عنها النهاردة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أستاذة لمياء وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. من كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا إنه الابتسامة بيدينا عليها أجر وثواب. بعض الناس تتخيل إن الوجه المقشر أو التكشيرة دي دليل على الاتزان وعلى الرزانة وعلى قيمة البني آدم، وإنه بعض الناس تتخيل إنه الهزار والضحك طبعا المعقول في حدود المعقول أو الابتسامة دايما ده شيء ممكن يقلل منهم. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من أجمل صفاته إنه كان بشوش. صلي عن النبي وتبسم، ده النبي تبسم. سل عن سيدنا محمد العطر وشذاه، سل عنه ذراع الشاه، سل عنه الجذع لما بكاه، بل سل عنه هل رأت عين مثلما رأت عيناه، أو هل سمعت أذن مثلما سمعت أذناه، أو هل وطأت قدم مثلما وطأت قدماه. كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب البسمة عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب البشاشة عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا مبتسما عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك استنار وجهه عليه الصلاة والسلام وكأنه القمر عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم همومه رغم أعباءه رغم مشاكل الدعوة، إلا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التفاؤل، يعلمنا البسمة، يعلمك أنك تكون شخص بشوش، وظهر ده في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يعرفنا سر نجاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سر نجاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم قوته وحزمه عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان مبتسم، كان رحيم، كان لطيف عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فسر نجاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الحزم ومع القوة بشاشة النبي عليه الصلاة والسلام، بسمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تفارق وجهه عليه الصلاة والسلام. عندنا أدلة على الكلام ده. ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتذكر موقف عملي حصل معاها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لنا قد إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شخص بشوش. الناس فاهمة إنك علشان تبقى ناجح أو تبقى جد في بيتك أو في شغلك أو مع أصحابك إنك لازم تبقى عبوس، إنك لازم تكون مكشر، ده أحيانا إنك... كمان يبقى داخل البيت بالظبط. ده المشكلة بقى إنه يضحك ويهزر بره ويبقى ويدخل البيت بقى ضارب 114، وممنوع بقى اللي واقف يقعد واللي يقعد يقوم واللي بيتكلم يسكت واللي معاه مكالمة يقفلها مش عايز نفس. ده مش صح وده مش هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نشوف حياة سيدنا النبي في بيته كانت عاملة ازاي في الجزئية دي. ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قال لي يلا نتسابق. تخيلي المعنى ده، تخيلي معايا حضرتك لما نبي هذه الأمة يقول لي زوجته يلا نلعب سباق. ده حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أعباء الدعوة، بس الأهل ليهم حق، ومع ذلك عمل سباق هو وستنا السيدة عائشة، فسبقته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، غلبت سبقت حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لسه صغيرة في السن. سيدنا النبي فضل مخزنها بقى شوية، لما العمر تقدم وستنا السيدة عائشة ملأت باللحم، فسيدنا النبي قال لها إيه رأيك ما تيجي نعمل سباق، من زمان ما عملنا سباق. فيلا قرر سيدنا النبي يعمل سباق، فسبق ستنا السيدة عائشة، المرة دي سبقها. فسيدنا النبي يبص لها يقول لها ايه، هذه بتلك، يعني واحدة في واحدة، واحدة بواحدة زي ما احنا بنقول بالضبط، انت سبقتيني مرة وانا سبقتك مرة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انك لازم تكون شخص بشوش. لذلك
صدر حديث عمدة في هذا المعنى، وقال عليه السلام الحديث في صحيح الإمام مسلم: تبسمك، اسمعوا يا حضرات، تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. العلماء اتكلموا في الحديث ده، قالوا يعني علشان أنا أبتسم في وجه الناس أبقى خليك يا أخي شخص بشوش، خليك دايما مبتسم، ارسم البسمة على وشك دايما مهما كان عندك من أعباء، ارسم البسمة على وجهك وهتاخد الثواب وهتاخد الأجر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. العلماء قالوا ليه قال صدقة، ما قالش مثلا حسنة أو أجر أو ثواب، ليه صدقة؟ احنا معروف ان الصدقة دي بنديها لمين؟ للفقير، للمسكين، للمحتاج. قالوا لأن البسمة تصنع في وجه أخيك من الفرحة والسرور كما تصنع الصدقة في قلب الفقير إذا أعطيتها له. شوف الفقير كده لما نديله صدقة بيعمل إيه؟ بيفرح ويستبشر ويبقى مبسوط. قالوا لأن برضو البسمة بتعمل في وجه من أبتسم في وجهه لما تقابله نفس السر الجميل طبعا ده. غير لما تقابله وانت مكشر في وشه. بالضبط. إذن الدين بتاعنا نهى عن حتة التهجم دي، إنك تبقى شخص متهجم، تبقى شخص عبوس، خليك شخص خفيف الظل، خلي دايما في الشغل يفتكروك ويفتكروا البسمة الجميلة بتاعتك. طب البعض الناس اللي بتتخيل انه في شغلها لما يبقى مكشر او لما يبقى زي ما بيقول كده حازم جدا جدا وصعب التعامل معاه ومحدش بيعرف يتعامل معاه، وده اللي بيعمل له كيان اطلاقا. انت مطالب في شغلك تكون حازم، مفيش مشكلة، مطالب في بيتك تكون حازم، مفيش مشكلة، لكن مش معنى كده انك تفقد الروح الطيبة. الحزم ملوش علاقة بانه يبقى وشه مبتسم ولا لا. مش معنى ان انا بضحك مع الموظفين معايا ابقى انا متسيب في شغلي او ان انا مفرط في عملي، لا، ده ملف وده ملف تاني. طيب ناخد التليفون ونكمل. ام يوسف، ام يوسف اتفضلي. الو، اهلا وسهلا، مساء النور. ازي حضرتك يا استاذه لمياء؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا متجوزة بقالي 4 سنين. طبعاً دي عصبي جداً، تصرفات مش كويسة، نفسيتي جداً. ممكن تقفي بس مكان في مكان السيجنال فيه كويسة؟ حضرتك ده سامعاني؟ اتفضلي. بتقولي جوزك عصبي؟ متجوزة بقالي 4 سنين دلوقتي، معايا منه 2 سنين. بس للأسف تصرفاته مش كويسة خالص. دينا يعني إحنا متجوزين معلناش فلوس، حالياً بقالنا أكتر من 114,000. ليه؟ فهو دلوقتي اساسا مطالب بكل الفلوس دي، طبعا حاططني انا قدام الامر الواقع. ايوه، الديون دي بتاعت ايه؟ الديون دي ان هو كان تصرفات وغلط، فبالتالي بيجيب حاجات ويحرقها ويبيعها ويخسر وما يسدش بيتاجر يعني. هو حاليا بقى عليه 14,000 جنيه المفروض ان انا ضمناه في السجن. الشخص دوت شهر 12. الصوت بيقطع، اقفي في مكان السيجنال فيه كويسه. حضرتك كده سامعيني؟ اتفضلي. وبقول لحضرتك هو حاليا كمان عليه 14,000 جنيه، واخرهم اخر مده السداد بتاعتهم خلال يومين للاسف اني انا اللي ضمناه. فانا دلوقتي كنت عايزه حضرتك ولو حد سمعني ممكن يقدر يساعدني بالمبلغ. طيب سيب لنا رقمك في الكنترول يا ام يوسف. احيانا يبقى في تصرفات سواء كان من الزوج او من الزوجه غير حكيمه، ما بيبقى بيعملها بدون تفكير وبيقع في مشاكل زي اللي احنا سمعناها دلوقتي. هو طبعا مش صح اطلاقا انه يورط نفسه ويورط امراته واهل بيته بهذا الشكل. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، على قد ما ربنا على قد حصيرتك ومد رجليك. صحيح. انت مش قد الخطوه دي ما تخطيهاش، مش قد المشروع ده ما تروحش تحمل نفسك اعباء وديون وبعدين واضح ان هو اتقرص مره واثنين وثلاثه، انت خسرت مره، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، مش تجيب تاني وتستلف تاني لحد ما المبلغ ده يتراكم عليك وكمان زوجتك تضمنك. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شخص لازم يكون حازم في تصرفاته، يكون مدرك كويس عواقب الأمور ومآلات الأمور قبل ما يخط الخطوة، يحافظ على نفسه ويحافظ على أهل بيته. نرجع تاني للبشاشة، خلينا نتكلم على البشاشة داخل البيت بقى، والتعاملات اللي بين الأب كمان بالتحديد وأولاده، لأنه احنا بنسمع أنه في أولاد كتير ممكن يتكلم يقولك بابا عمره ما خدني في حضنه، عمري وما ابتسم في وشي، عمره ما طبطب عليا. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الموقف ده تماما بالتمام لما دخل عليه الأقرع بن حابس ولقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن والحسين،
ده مش كده وبس يا حضرات، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يركب سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين وهم أطفال صغار على كتف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويلعبوا على كتف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي يسيبهم لحد ما يلعبوا ويتبسطوا، بعدين يرفع قامته عليه الصلاة والسلام وهو نبي هذه الأمة. فالأقرع ابن حابس فاهم أن الرجولة في البيت أنه يبقى عبوس، إن لا يكلم ده ولا يضحك مع ده ولا يطبطب على ابنه ويجمد. فقال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ ده هيطلع ني كده. أتقبلون صبيانكم؟ أيوة ده هيبقى يطلع متدلع بالظبط. أتقبلون صبيانكم؟ أنت بتطبطب على أولادك؟ أنت بتضحكهم؟ أنت بتخرجهم؟ أنت بتفسحهم؟ أتقبلون صبيانكم؟ قال له نعم. قال إن لي 10 من الولد، هو بيقول باب يتفاخر، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إنك حتى في البيت لازم تكون بشوش، ده حتى في المواقف الهامة في الأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم البسمة وكان يستخدم البشاشة. لو شفنا كده حضرتك لما يجي واحد لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هلكت، تخيلي الدخلة، يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هيحكي بقى موقف حصل معاه، هيحكي مشكلة حصلت معاه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل؟ ناخذ التليفون ونكمل. أم أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازي حضرتك؟ انا بحبك خالص على فكره. ربنا يخليك يا رب، نورتيني. شكرا رمضان والسفل معاك، والله بحبكم خالص والله. شيخ مصطفى مع حضرتك، اتفضلي. بس اسال سؤال. اتفضلي. هو دلوقتي اختي ولدها كان عنده 16 سنه بس كان تعبان من عنده نص العضلات، ومات في توفى في رمضان اللي فات، كان ليله 20 رمضان. وهو كان تعبان وكانت بتشيله، وكان جسمه كان طويل يعني وكان كبير. جت لما هو كان تعب ودخل العنايه، فهي دعته قالت يا رب ارحمه. فهي دلوقتي بعد ما توفى حاسه بالذنب وبتقول كده ربنا مش راضي عني ان هو مثلا. ليه حاسه بالذنب ليه يا فندم؟ عشان هي عشان قالت يا رب ارحمه. ايوه. هي حاسه ان هي دعت عليه يعني. هي حاسه ان هي دعت عليه، هي مش مستحمله قضاء ربنا ومش مستحمله اللي فرضه لها على ربنا يعني. طب وقتها يعني هي كانت تقصد يا رب ارحمه، تقصد انها تدعو عليه ولا بتقصد؟ لا يعني نعم، لانه كان تعبان ودخل العنايه ورجله كانت مكسوره وهي كانت بتشيله على طول، كان عنده مفلط ما كانش بيكون خالص، هي كانت بتاكل وهي كانت بتحميه. يعني هي لم تقصر في رعايته ابدا فتره أبداً. المرض انا اللي عايز اوصل له انها لم تقصر في واجبها ناحيه ابنها. لا، او سافرت بيه كتير وراحت بيه هنا وراحت بيه هناك، سافرت بيه كتير وراحت وجت ومقصرتش في علاجه لحد اخر لحظه، مقصرتش معاه، بس مجرد ما قالت يا رب يا رب ارحمه بس، وهي حاسه بالذنب لما حاسه بالذنب ان قالت ان انا دعيت عليه يعني. ربنا يرحمه ان شاء الله. تابعينا يا ام عمار. هو طبعا كل شيء مكتوب طبعا. وكل شيء مقدر، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الاجل ده مكتوب مش قبل أنا متولد، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام، والعمر مكتوب ومقدر، فلان هيموت الساعة الفلانية بالمرض الفلاني في المكان الفلاني، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهو يعني ما ماتش علشان هي قالت يا رب ارحمه، هي تقصد كأم الواضح من الحالة العامة ان هي طبعا كانت تطببه ومعاه وأيمة على رعايته وأيمة على اهتمامه وعلى شؤونه، فهي لم تقصر في شيء، ولكن أخذتها الرحمة وأخذتها الشفقة بولدها وبما يعاني، فقالت اللهم ارحمه، أي اللهم خفف عنه ما هو فيه حتى وإن كان هذا بالموت. قضاء الله مكتوب. صحيح. وقضاء الله مقدر، ولا عليها أن تلوم نفسها في شيء ما دام أنها لم تقصر في حق ولدها ولم تقصر في حق رعايته، ولكن كل شيء مكتوب ومقدر بأمر الله سبحانه وتعالى. نكمل القصة. نكمل. تخيلي كنت بقول لحضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بشوش حتى في الفتاوى اللي كانت بتعرض عليه والمشكلة اللي بتعرض عليه كان بيحلها بطريقة لطيفة عليه السلام. لما يجي واحد يقول يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يا دي الوقعة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت كده مشكلة خطيرة ولازم تكفر عن الذنب ده. قال وما كفارة ذلك؟ قال له تعتق رقبة. قال له ما عنديش.
هات عبده. قال له ما عنديش، انا على قد حالي. قال له صوم شهرين متتابعين. قال له ما انا ما قدرتش استحمل شهر رمضان، هصوم شهرين 60 يوم متتابعين. الله، ما انت عايز تكفر عن الذنب اللي انت عملته. قال له لا ما اقدرش على دي. قال له طب اطعم 60 مسكين. قال له اقول لك فقير معيش، طب انا حلل لك مشكلتك ازاي؟ لا رقبه معاك، مفيش حاجه نافعه بالظبط، ولا صيام شهرين متتابعين قادر، ولا تطعم 60 مسكين نافع. فجاه دخل واحد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معاه مكتل كده، شنطه فيها اطعام 60 مسكين، يقول يا رسول الله انا عليا كفاره ودي اطعام 60 مسكين، اتصرف فيها زي ما انت عايز. فسيدنا النبي قال بس مشكلتك اتحلت، خد اطعام 60 مسكين اهو اطعمه للفقراء، ونبقى احنا كده كفرنا عن الذنب اللي انت عملته. قال له اخد ده اطعمه للفقراء، والذي نفسي بيده يا رسول الله ما بين لباتي المدينة، اي ما بين حفتها، افقر منك، ده انا افقر واحد هنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فاطعمه اهلك، ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا عم يلا خذه مبروك عليك. اذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا البسمة والتعامل اللطيف في كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى في الأمور الهامة، في بشاشتنا أنها تكون صادقة، وأن لا يكون فيها إيذاء لأحد، ربما بعض الناس يستهزئ بأحد أو يسخر من أحد وهكذا. طيب لو قلنا أهم المواقف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان فيها الابتسامة. هو طبعا في موقف عظيم جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنه وضحك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث كمان ضحك، وربنا سبحانه وتعالى كمان ضحك. الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهو قصة راجل طالع من النار، هقولها في عجالة سريعة، قصة آخر واحد طالع من النار. كل اللي قال لا إله إلا الله طلع من النار، الراجل بص لقى يمين وشمال وما فيش حد في النار إلا هو، فقال له يا رب يعني ما فيش غير أنا، فما جاتش عليا تخرجني. فربنا سبحانه وتعالى قال له لو خرجتك ما تطلبش مني حاجة تاني؟ قال له فخرجوا طلعوا على شفير النار على آخرها بقى كده خلاص طلع منها حبوا، فبص كده لقى شجرة كده، فقال له يا رب يعني يعني انت خرجتني من النار، يعني عايز اروح اتقدم الى هذه الشجرة اكل من ثمارها واستظل بظلها واشرب من هذا الماء. فربنا سبحانه وتعالى قال له مش انت قلت لي انك مش هتطلب حاجة تاني؟ المهم ربنا سبحانه وتعالى رحلوا خرجوا من النار. المرحلة التانية خرجوا الاول شجرة، شوية انبت له الله شجرة تانية بعدها، فالرجل بعد شجرة واثنين وثلاثة يطلب من ربنا، فربنا سبحانه وتعالى يقول له ألم تعاهدني أنك لم تطلب مني شيئا آخر؟ لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وراه باب الجنة. قال له طب يا رب احنا بنتكلم على آخر واحد طلع من النار، قال له يا رب خلينا على باب الجنة. قال له طب مش هتطلب حاجة تاني؟ قال له دي آخر حاجة، ده كده حلو قوي. فأوقفه الله على باب الجنة، بص شاف بقى نعيم الجنة والناس بتمتع في الجنة، قال له يا رب دخلني الجنة. قال له يلا ادخل الجنة. قال يا رب كل الناس أخدت أماكنها، ده الناس في الجنة بقالها عمر وبقالها سنين، أنا هلاقي فين مكان في الجنة؟ فقال الله له عبدي ألا يكفيك ويرضيك أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ فقال ده آخر واحد. قال يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا، إنك يا عبدي تسأل وأنا أعطي لك مثل الدنيا وأمثالها عشر مرات. قال سيدنا عبد الله بن مسعود بعد أن روى الحديث ضحك، فالصحابة قالوا له لماذا ضحكت؟ قال لضحك رسول الله. فسألنا رسول الله لماذا ضحكت؟ قال لضحك الله سبحانه وتعالى من عبده. ناخد أم محمد. أم محمد اتفضلي. أهلا وسهلا. الحمد لله بخير، اتفضلي يا محمد. خوزي بيت انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. جوزي بيديني مصروف قليل، ما بيديهوني ما بيكفيش البيت، ولما اجي بقول له ده مش قليل ومش بيكفيني يقول لي لا انت على قدك. وهو ظروفه ايه؟ يعني ظروفه كويسه، فلما باجي بقول له دي قليله وما بتقدرنيش تمشي وبيهني يقول تخافنا هي انت على قدك. بدا ماشي ما بتكفيش. بتمشي نفسك ايه؟ يعني بيديني المصاروف محدد، يعني بيقضيني مثلا. ماشي ومش بيقضيكي، وانت بتقولي له ان ده قليل مش بيقضي، فبيقولك ماشي نفسك على قد اللي موجود، مظبوط؟ اي بقول له ما بيقضي روح اصرف يعني، بقول له انا معايا اربع اولاد في المدرسه فانت بتحسنيش، واللي بيضعف كده مسؤوليه كل حاجه. لما اجي بكلمه ما بعرفش
اتكلم معاه بيشتمني ويهيني، بقول له طب كده حرام، انا ما بقى انا تعبت، انا مش هي كلمه حلوه او كده او اي حاجه، عيني في المصاريف، حاول تشترك معايا، انا ببيع وبشتري ومش عارفه اجدد حاجه، كل ما اقول مثلا ده مصروف 2000 جنيه ببيع. طب هو معاه، طيب هو معاه فلوس ومانع عنك ولا هي امكانياته كده؟ هو معاه. انت متاكده انه معاه؟ يعني هو معاه ومش عايز يديكي؟ هو معاه، يقول لا هو مصروف معين انا بديهولك. أيوة ممكن يبقى المصروف ده هو ده على قد اللي معاه، ولا انت عارفه انه معاه زياده ومش عايز يدي؟ انا عارفه ان هو معاه زياده، واقول ايوه اقول له مثلا ده قليل، يقول لي لا انا ما معيش الا كده، مش عارف بكتفي على الله. طب اللي بيديهولك ده بيمشي ضروريات الحياه، الاكل والشرب والدكتور؟ والله يا شيخ ربنا هو اللي لما بيمشي. ايه؟ مش بيمشي، مش بيمشي. طيب حاضر. طيب حاضر. تابعينا يا ام محمد. فضلت الشيخ ام محمد، مصروف البيت، وانها بتقول ان انا عارفه انه هو معاه يقدر يزود المصروف وهو مش عايز، وانها بتعرفش تتعامل معاه، وكل ما بتتكلم معاه بيهنها ويعني بيشتمها. عارفه حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا مش عن الاثم، عن اعظم الاثم، اعظم الذنب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الجزئية دي، ايه اعظم ذنب ممكن لا قدر الله الانسان يتلطخ بيه؟ قال ان هو يضيع اسرته، ان يضيع اولاده، ان يضيع اهل بيته، انه لا ينفق عليهم ولا يأكلهم ولا يشربهم. بالضبط، ولا يأكلهم ولا يشربهم ولا يعيشهم حياة كريمة مدام هو وهو قادر. أيوة، وهو قادر ومستطيع. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا صراحة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي أن أعظم الإثم أن يضيع الرجل أهل بيته، أن يضيع الرجل أبناءه وزوجته. لابد أن يطعمهم مما يطعم، وأن يكسوهم مما يكتسي، وأن يسكنهم في نفس المستوى الذي يسكن هو فيه، والمستوى الذي يليق بهم ويحقق لهم المأكل والمشرب والملبس والتداوي، لأنه مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية كاملة. فليتق الله سبحانه وتعالى كل راع، لأنه مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. روشيتا، قبل ما ندعي، روشيتا للابتسامة وبشاشة الوجه، خصوصا داخل البيت والتعليقات بأسرة وبعض. يا بخت المبتسم، وقديما قالوا الوجه المبتسم شمس ثانية. احنا عندنا شمس واحدة، في شمس بقى تانية موجودة في الأرض، مين هو صاحب الوجه المبتسم؟ الوجه المبتسم شمس ثانية. خليك دايما مبتسم، خليك دايما خفيف الظل، خليك دايما تذكر بالخير، لأنك صاحب بسمة، وتقابل الناس بهذا القلب الطيب وبهذا القلب الحنون وبهذه البسمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تصنع في قلب أخيك المسلم كما تصنع الصدقة في قلب الفقير الذي يحتاج إليها. الشخص البشوش هو الأقرب لربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ده ويقول ده في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه خير مما يجمعون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله سبحانه وتعالى يتبشبش، الله بنفسه وبذاته وبعظمته يتبشبش بالعبد الذي يكون في بيته ويعمر بيته سبحانه وتعالى، ويقدم على الله سبحانه وتعالى بكليته، ويخلص نفسه لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يفرح به ويتبشبش له. داخلين على فترة امتحانات، وأكيد كل الأمهات والأبهات على أعصابهم زي ما بيقولوا كده. ربنا يا رب ينجح كل الأولاد بإذن الله. الدعاء. حاضر. إني داع فأمنوا. الدعاء النهاردة لأبنائنا وطلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم إن شاء الله. أمين. إني داع فأمنوا. اللهم وفق طلابنا، اللهم وفق طلابنا، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وارزقهم الإجابة الصحيحة الصواب، اللهم ارزقهم الإجابة الصحيحة الصواب يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفق أبناءنا واجعلهم من المتفوقين الناجحين، وكلل جهود آبائهم بالنجاح. اللهم جهود آبائهم أمهاتهم وقر أعينهم وأعين آبائهم بالتوفيق. يا رب العالمين، نجح طلابنا ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليك أفضل الصلاة. أحسنت يا فضيلة الشيخ، نورتني وبشكر حضرتك وأشوفك على خير إن شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم يوم الجمعة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. وانا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.